فماذا قال عمر؟ أيوة، قال قد خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. نعم، يوشك أن يكون. إذن خابت حفصة وخسرت لأنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن شوف عبارته، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. هذا ماذا تستفيد منه؟ في شيء مهم جدا فيما يتعلق بالفتن ونظرة العلماء، ما هو؟ نعم، أن العلماء عندهم فراسة. اثنين، نعم، أنها متى أطلت الفتنة برأسها لم يعرفها إلا العلماء، فإذا انقضت عرفها الجميع. ثلاث، نعم، الأصل في هذا أن نستمع للعلماء حتى نتخذ وسائل الوقاية من الفتنة، لكن مشكلة كثير من الناس العلماء يتكلمون عن الفتن وهم يرون ما لا يرون الناس، ويتخذون وينادون ويطالبون بالوقاية، لكن المستجيب قلة. فلذا قال خابت، نعم، وهذا العالم يرى فيحذر منها، فإذا كان هناك أهل ديانة واستقامة استجابوا، وإلا باءوا بالفشل، باءوا بالفشل. ولذا قال خابت حفصة، أنا أعطيتها الأشياء الوقاية، أولا لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنين لا تهجرينه، ثلاث إذا أردت شيئا اطلبيه مني. أعطيتك أنا قواعد الوقاية من هذه الفتنة والوقاية من هذه المصيبة.